السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة المحيط للسياحة والسفر في آسيا. نحن الآن في ولاية ملاكا فندق هيتين هوتيل، نصور غرفة منو ديلوكس سويت. طبعا الغرفة مساحتها واسعة ويمكن إضافة سرير فيها. الفندق ممتاز ويقع في سنتر المدينة. إطلالة الغرفة تكون على المدينة ويمكن ملاحظة ورؤية البحر من هنا. طبعا مثل ما أخبرتكم الغرفة يمكن إضافة سرير فيها نظرا لمساحتها الواسعة، وأيضا نوع الديلوكس سويت هذا يعني نقدر أنه تكون مع سرير إضافي، نستطيع توفير سرير إضافي وكذلك تكون غرف متصلة إذا كان في عوائل. هذه دورة المياه. وفيها الستان شاور. والشطارة. تصوير شركة المحيط للسياحة والسفر ملاكا فندق هيتين هوتيل